كي دايرين لاباس عليكم؟ اليوم جبت لكم واحد الكاطو زوين وغادي يعجبكم بزاف وكيدوب في الفم. ما نكثرش عليكم، نشوف المقادير. عندنا خمسة غادي نحتاجو غير اصفر البيض، خمسة نتاع اصفر البيض. غادي نحتاجو 250 غرام تاع الزبدة تكون على حرارة الغرفة، يعني نصف رطل. غادي نحتاجو 6 معالق كبار نتاع السكر الخشن، 6 معالق. غادي نحتاجو خمارة ونصف، ما غاديش نديروش خمارات كاملين، نحتاجو خمارة ونصف. غادي نحتاجو المايزينا، المايزينا او النشا او دقيق الذرة، هو اللي غادي نجمعو به هذا الكاطو، هو السر نتاع النجاح نتاع الكاطو. هنا عندي انا عبرت 500 غرام، غادي نشوف على حساب ما نجمع العجينة، انا ما كنديرش بالعبار، ونعطيكم القياس نيشان. بالنسبة للتزيين غادي نحتاجو بسكوي، غادي نحتاجو الشوكولاتة السوداء. بالنسبه للبسكوي اي نوع بسكوي عندكم، داك الدائري داك بوتشي اي نوع. هاد البسكوي يا اما تطحنوه يا اما تحكوه في الحكاكه الرقيقه. وبالنسبه للشكلاط غادي نذوبوها، يا اما كاين جوج طرق المعروفه في بان ماري اللي عندهم الميكرون، انا كنفضل كتجيني سهله، كنديرها في واحد شي حاجه غارقه هكا، كندير الشوكولات ديالي وكندير معها شويه ديال الماء وكنديرها تسخن في الميكرووند. بعد ما كتسخن كنحيدها، كنخوي داك الماء وكنحرك الشوكولات في الساعه كيذوب لي. انا غادي نبدي ان شاء الله بالطريقه، تبعوا معايا. دابا غادي نفصل البيض، البيض على صفار البيض، وداك بيض البيض كديروه في واحد البلاستيك، ديروه في الكونجيل، كتبوا عليه بيض البيض، ومن نحتاجوه ان شاء الله ندير لكم شي وصفه فيها بيض البيض نستعملوه. اذا اول حاجه غادي نبداو بها هي الزبده، تكون طريه ب 250 غرام. نضيف لها السكر 6 ديال المعالق، ونمزجوا هاد المكونات حتى نحصلوا على واحد الخليط، يعني داير بحال الفوماج. الطريقه حتى كيدوب لنا داك السكر مع الزبده. كنضيفو 5 تاع الصفار تاع البيض ديالي. نمزجو هاد المكونات، بعدما مزجنا هاد المكونات غادي نبداو نضيفو المايزينا تدريجيا مع إضافة خميرة ونصف. غادي نضيف واحد جوج معالق نتاع المايزينا، غادي نضيف خميرة ونصف فقط. غادي نبقى نضيف تدريجيا نكون واحد العجينة رطبة. هذا هو السر اللي كيجي هذا الكاطو زوين وكيجي رطب وكيجي بيض من الداخل، انه ما فيهش الدقيق. تمنى تجربوه، تعطوني التعليقات ديالكم. تمنى تشاركوا في القناة ديالي، تعطوني التشجيعات ديالكم، وكذلك تبارطاجيو الفيديوهات ديالي على فيسبوك حواء أمة الله. وشكرا بزاف ليكم، أنا غادي نكمل بهاد الطريقة حتى نكون هاد العجينة باش نعطيكم العبار نيشان نتاع المايزان.
مع خواتي ما كملت العجينه ديالي جمعتها. هاد العجينه كما قلت لكم في الاول يعني لزمت لي 500 غرام تاع المايزينا باش جاتني هكا رطبه جمعتها. دركي غادي نشكلها كويرات صغيره وغادي نديرها في راني شعلت الفرن ديالي سخن غادي نديرها في المطبخ. نحاولوا ما نكبروش الكويرات بحيث فيها الخميره ما بغيناش يجينا الكاطو ديالنا كبير بزاف. فقط ما يكون واضح فقط بهذا الحجم. باش الخميره فيها غادي تضعف غادي بغينا نجيو الكاطو ديالنا ظريف غادي نكمل بهذه الكيفيه. كنعمر الصيني كنخلي واحد الاسباس ما بين الكاطو والكاطو. كيجي زوين جربوه وما نقول لكم غاديش تندموا. انا اول مره بعدا درتو كلشي عجبهم وكلشي بقاو يطالبوني بالمقادير ديالو داكشي علاش اختارت ندير لكم باش الاستفاده تعم الجميع. وانا دايما الحلويات اللي كندير يعني كندير مسبقا كنديرها في الكونجيت خاصه نديرها في الكونجيت ما كتضيعش. نكمل بهذه الكيفية كملت الصينية ديالي عمرتها كلها وغادي ندخلها للفرن اللي راه مسخن. مع اخواتي طاب الكاطو ديالنا راكم كيما تشوفوا ما كنخليوهش يحمر بزاف غير واحد شويه وما كنخليوهش يحمر من الفوق محيط هذا دقيق مايزينا من الاحسن ما نحمروش بزاف. دركي هاد العبار تقريبا دار لي شي 110 ديال الحبات تقريبا. انا هنايا حكيت الكاطو ديالي حكه رقيقه كما راكم تشوفوا ودوبت الشوكولات دوبت الشوكولات هاي هاد القوام يعني دوبتها في الميكرووند كما قلت لكم الطريقه. الان غادي نمر المرحله التزيين تبعوا معايا الطريقه. كنشدو الكاطو كنديرو في الشكلاط بهاد الطريقة وكنغطيو الشكلاط بهاد الطريقة. نستعملو الجوج تاع الفوشيك كنغطوه شوية كنديرو الكاطو. ملي يكون واضح اللي عندها شي تساؤلات ولا تكتب لي في الكومونتير ولا في الصفحه نتاع الفيس ديالي هو امات الله وانا مستعده نجاوب كامل الاسئله ديالكم وكاع الاقتراحات ديالكم. كما تشوفوا الان غادي نغطيو نهزوه كنهدوه قليلا وكنحطوه فواحد الصينية نتمنى تجربوه حيت كيجي زوين بزاف وكيدوب في الفم يعني رطب كيجي. نكمل انا بهاد الطريقة
ما طب الكاتو ديالنا درتو قلت لك في الشكلاط كيما شفتو معايا في الكاتو، وجا بهاد الشكل اللي كتشوفو، كيجي روعة زوين بزاف. نتمنى تجربوه وتشاركوا في القناة ديالي يوتيوب شيوات صفاء، وقناة ديالي على الفيسبوك حوات أمة الله. تبارطاجيو الفيديوهات ديالي باش ان شاء الله تنتشر، وتشاركوا معايا بزاف نتاع النساء ان شاء الله يا رب العالمين. وشكرا لكم بزاف، الصحة والعافية. كما كتشوفوها غادي ندير وحده قدامكم، هو كيجي الداخل ديالو، كيجي بيض وكيجي فيه الساع كيتشرتت زوين. كنتمنى تجربوه، شهية طيبة.